والله يا شيخ، أنا أدعو جميع الشيعة بالعراق وبالوطن العربي كافة أن الله يهديهم ويبصرهم في الحقيقة. آمين والله، يبصر عقولهم وينتبهوا الحقيقة، وطبعا يشوفون اللي الموجود، والكل ما مقتنع بيه، هم ما مقتنعين بيه، لكن ما أعرف يعني شنو الدافع شنو غيره، ما جاي أعرف. أنا اهتديت من 91، ما شاء الله تبارك الله. 191، وربما قبلها كنت ما مقتنع بهالأمر. سبحان الله. فاتجهت بالبحث حتى ما وصلت انه رحت للصوفيه، يعني ابحث عن شيء صحيح. وجدت الصوفيه مقاربه للشيعه. مضيت معهم تقريبا سنه او اكثر من سنه، ما اقتنعت بطريقتهم ولا باسلوبهم ولا بفكرهم. بقيت ابحث قبل 91، ما اهتديت لفد شيء يعني. سبحان الله، حرب الخليج انا تاثرت بالسعوديه. نعم. أسرى عراقيين، يعني أسرى عراقيين مع بعض، أكو من الناصرية ومن بغداد ومن الموصل، يعني مجتمع. فصارت مشاكل، أشوف المشاكل اللي جاي يصير من الشيعة اللي بالمعسكرات، سبحان الله، على أمور تافهة، على أمور، على طعام، على أمور صراحة أخجل أحكيها. فاستغربت، شفت أمور ما شايفها أنا بالمجتمع هذا. أي. فسبحان الله، يعني قررنا احنا اكو مينا، انا كنت شيعي طبعا، اكو سنه كانوا معانا قالوا نريد نسوي لنا معسكر لحالنا نفس المعاناه. فطلعت وياهم، ما سجلت اسمي وطلعت معهم معسكر خاص باهل السنه. خلونا معسكر، والمملكه السعوديه وفرت لنا خيمه للصلاه. وشفت شيء ما شايفه بحياتي، قران، صلاه فجر، صلاه ظهر، صلاه عصر، مغرب، عشاء. الله، شفت شيء مختلف، كتب، شيء انبهرتني ما شايفه، يعني كأنه كنت ابحث عن شيء ولقيته. يعني سبحان الله، جاني المكاني، سبحان الله، وقعت ايدي على كتاب التوحيد، كتيب صغير، يعني كتاب التوحيد قريته يمكن 100 مره. سبحان الله. ليش قريته 100 مره؟ راجعت حرف حرف. ليش؟ وكلمه كلمه، يعني كنت يعني جربت الصوفيه وما فلحت فيها، قلت أتأكد للتأكيد، لكن الحمد لله الله هداني. نور التوحيد. الله أكبر. رديت العراق الحمد لله، رديت طبعا. بالسعودية حفظت ثلث القرآن، حفظ في المعتقل من البقرة لآل عمران والعشر الأجزاء الأخيرة، يعني ما شاء الله حفظت الحمد لله. رديت الوالد الحمد لله اهتدى، الله يرحمه. الله أكبر، الله أكبر، الله يبشرك بالخير، الله أكبر. نعم أخوي، الحمد لله، أم الله يرحمه، الحمد لله على هدايتهم. لا داموا ماتوا أخي، لا داموا ماتوا على التوحيد، لا تبكي عليهم. الحمد لله الذي اصطفاهم من هذا المجتمع الذي معظمه، معنى الهداية والله الحمد كثيرة اليوم، لكن كونهم يموتون على التوحيد. الدنيا كلنا راحلون عنها، كلنا سنرحل عنها، إنما على يدك هذا، على يدك كان هذا. نعم. الله أكبر. نعم، كانت كاسيتات، ما في لا برامج ولا تسعينات. صحيح. أتسلف كتب، أتسلف كاسيتات، ويعني وخلي تسجيل بالبيت وبالنصح، يعني ما ضغطت عليهم من خلال تصرفات، ملتزم بالصلاة. الوالد سبحان الله بعد أشهر طلع معي المسجد القريب علينا، أنا بزبوير، ظل يطلع الفجر، الظهر، العصر، الحمد لله فرحت فيه. أخوي وراه نفس الحالة بعد أسبوع تقريبا اللي توفى، الله يرحمه. تزوجت بنت خالي شيعية، ما أجبرت، ظلت على وضعيته من خلال التصرفات ومن كيف ما يعني باسلوب التسجيل وباسلوب القراءه وباسلوب توفير الكتب. كنت اسلف الكتاب اروح استنسخه، لان ما كان عندنا كتب موجوده بالحصار، كان حصار. اي صحيح. اسلف الكتاب واروح للمكاتب استنسخه يعني واخليه بالبيت، والحمد لله زوجتي الثالثه، لكن الوالده ما زالت لحد الان الله يحفظها. الله يشرح صدرها، أسأل الله أن يشرح صدرها للحق. والله يا ريت شيخ تدعي لها. ادعوا لها يا أخواني، ادعوا لها أن الله يشرح صدرها للحق. اللهم اشرح صدر أم مرتضى للحق. قولوا آمين يا أخواني. نحمد الله.
الله يحفظك، سعدتنا. جزاك الله خير يا شيخ. شكر الله لك، شكر الله لك أخي الغالي. ثبتك الله، ثبتك الله. الله أكبر ولله الحمد. اللهم لك الحمد. ادعوا الأمة يا جماعة، ادعوا الأمة. بس والله أنت يا مرتضى رجل كبير، بس الله أن يثبتنا وياك. ما ودي أمدحك في وجهك. أبوك يهتدي على يدك، وأخوك يهتدي على يدك، ثم يتوفاهم الله على الهداية بحمد الله، وزوجتك تهتدي على يدك، فهذا دليل على أنك عايش لدينك. أسأل الله أن يثبتك ويهدي أمك. الله أكبر، الله الحمد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.